بايثون الأشجار الخضراء تعتبر من أخطر أنواع الثعابين العاصرة، وأطلق عليها الاسم ده لأنها بتقضي معظم وقتها على الشجر، وبيشاع عنها بعض المعلومات الخاطئة وهي إنها بتتغذى على الطيور. لكن تم عمل فحص لأكثر من 1000 معدة خاصة للبايثون الخضراء، ونتيجة الفحوص كانت عدم وجود بقايا للطيور داخلها. واستراتيجية الصيد الخاصة بها هي عض الفريسة أولاً، وبعدها بتلتف حواليها لحد ما توصل إنها تخنق الفريسة. وبيصل طول البايثون الخضراء البالغة من 120 ل 200 سم، وبتقدر تتعرف على ضحاياها عن طريق استشعار الحرارة المحيطة بجسدها، وبالتالي بتحدد الفريسة. وأماكن تواجدها في العالم هي الغابات المطيرة في أستراليا وأندونيسيا وغينيا الجديدة. تصنف أفعى الكوبرا من أكثر أنواع الثعابين سمية في العالم، وبتمتلك الكوبرا أنياب سامة في فكها العلوي. وعلشان تصطاد ضحاياها، الطريقة الأولى هي غرز أنيابها السامة في جسد الضحية، أما الطريقة الثانية فهي بخ السم بطريقة مباشرة. وأماكن تواجد الكوبرا في العالم فهي بتعيش في أفريقيا وجنوب آسيا وجزر الهند الشرقية. وتعتبر أفعى الكوبرا الملك من أطول الثعابين السامة في العالم، اللي بيصل طولها ل5.5 متر. ومن أهم أنواع الكوبرا، الكوبرا الهندية اللي بيصل طولها ل2 متر. وبتمتلك الكوبرا حاسة شم قوية، ده بالإضافة للرؤية الليلية الممتازة. وبتتغذى الكوبرا على الضفادع والثدييات الصغيرة، بالإضافة للأسماك والطيور. تصنف الخفافيش من الثدييات الوحيدة اللي بتمتلك قدرة الطيران، وبيتواجد منها حوالي 1100 نوع حول العالم. وأكبر أنواع الخفافيش الخفاش الثعلب اللي بيصل وزنه لكيلو 400 جرام، لكن أصغر الأنواع بيطلق عليه خفاش الحذوة الصغير اللي بيصل وزنه لأقل من 45 جرام. وبيشاع عن الخفافيش إنها بتتغذى على الدماء فقط، لكن بالإضافة للدماء فهي بتتغذى على الفواكه والحشرات، وده حسب نوعها. وتعتبر الخفافيش من الثدييات اللي ليها دور مهم في زراعة بعض أنواع الأشجار، وده بسبب إلقاء البذور أثناء التغذي عليها. وتعيش الخفافيش في المناطق الدافئة القريبة من خط الاستواء، فهي بتتواجد بكثرة في جنوب وشرق آسيا، وبعض الأنواع الصغيرة منها بتعيش في أفريقيا. تصنف الأناكوندا من أضخم أنواع الثعابين في العالم، فبيصل طولها في المتوسط ل6 أمتار، وبعض الأنواع منها ممكن تصل لحوالي 10 أمتار، وده بسبب حدوث طفرات جينية. وبتمتلك الأناكوندا عضلات قوية في جسدها، وعلشان تصطاد فريستها بتغرز أنيابها الحادة في جسد الضحية، وده لتوقف سريان الدورة الدموية وبالتالي عدم وصول الدم للمخ وباقي الأجهزة. وتنقسم أنواع الأناكوندا لأنواع تبيض وتحتضن البيض حتى تخرج الصغار، وبعض الأنواع زي أناكوندا أمريكا اللاتينية البيض بيكون جواها وبتخرج الصغار منه وهي داخل جسدها، وبعدها بتخرج من الأم وكأنها بتلد زي الثدييات. ومن أضخم أنواع الأناكوندا الأناكوندا الخضراء اللي بيصل وزنها ل200 كيلو جرام. يصنف الحبار من الكائنات البحرية التابعة لشعبة الرخويات، وبيمتلك صدفة بتسمى لسان البحر، وهي عبارة عن صدفة داخلية ممتلئة بالغاز بيقدر من خلالها التحكم في كمية الغاز الموجودة جواها، وده بيساعد الحبار لو كان عايز يغوص لأعلى أو لأسفل في المياه العميقة. وبيمتلك الحبار 8 أذرع وزوج من المجسات بتحتوي على ممصات مسننة بتساعده على صيد الفرائس زي الرخويات الصغيرة والسرطان والروبيان، بالإضافة للأسماك والحبارات الأخرى. والحبار موجود منه حوالي 300 نوع بتتفاوت أحجامه حسب نوعه، فبيصل طوله من 20 سنتيمتر لأقل من 30 سنتي.
وأكبر الأنواع منه هو الحبار الأسترالي اللي بيصل طوله 50 سنتيمتر. بيمتلك الحبار القدرة على تغيير لون جسده، وده بسبب احتواء جسده على ملايين الخلايا الصبغية. تصنف أفعى البايثون من الثعابين الغير سامة، وبيتواجد منها أكثر من 40 نوع، وجميعها بيتفاوت أحجامها حسب نوعها. فأصغر الأنواع منها زي بايثون عش النمل بيصل طولها لعدة سنتيمترات، وأكبر الأنواع منها بيصل لتسعة أمتار، وهي أفعى الثعبان الشبكي. واستراتيجية الصيد الخاصة بها هي نصب الكمائن، وبعد وقوع الفريسة تقوم بالالتفاف حولها بقوة، وده لمنع وصول الدم إلى المخ، بعكس ما يظن البعض بأنها بتكسر عظام الفريسة. أما عن أماكن تواجدها في العالم، فهي بتعيش في آسيا وأوروبا وأفريقيا. وأفعى البايثون بتعيش حوالي 25 سنة، وفي بعض الأحيان بتصل ل 35 سنة. فطر الزومبي المفترس، والاسم العلمي ليه هو أوفيو كورتسيبوس، والمعروف باسم فطر أوفيو. والفطر ده ذكي جدا، لما بتستقر أبواغه على النملة الضحية وتتغلغل بيها بيبدأ يستولي على مخها وعلى الألياف العضلية. واللي بيحصل بعد كده إنه بيغير في جينات النملة، وبما إنه المتحكم هنلاقي النملة بتبدأ تخرج عن نظام المستعمرة، وبيقود النملة بعدها لبيئة رطبة وقريبة من الشمس، وبتبقى حالة جسم النملة وقتها إنها بتكون ميتة وحية في نفس الوقت. وفي خلال 3 أسابيع بتنمو بويضات الفطر في النملة، وبعدها بتنفجر رأس النملة وبتنتشر أبواغه بعد كده للبحث عن ضحية أخرى. والفطر ده موجود في أعماق الغابات الاستوائية المطيرة في تايلاند. الحبار العملاق هو كائن بحري غامض ومش معروف عنه معلومات كتير. بيمتلك رأس غريب الشكل، فيه شبه من المنقار، وأطراف الحبار بتكون طويلة، وبيكون في آخرها مصاصات بيستخدمها في إمساك الفريسة وعصرها. وبيتراوح طول الحبار العملاق من 18 ل 30 متر، وبيعيش دايما في الأعماق الكبيرة. ويعتبر الحبار العملاق العدو الأول لحوت العنبر، بس دايما بيخرج مهزوم من المعركة، وبيغطي انسحابه بإفراز الحبر. وفي حوادث مؤكدة عن مهاجمته لبعض القوارب، زي مثلا في القرن الماضي هاجم أحد القوارب، لكن بحار شجاع استخدم بلطة لقطع أحد أطرافه وإجباره على التراجع. تعتبر البومة من الطيور الجارحة، وهي من الطيور اللي بتمتلك حاسة سمع قوية ورؤيتها الليلية جيدة. وفترة النشاط الخاصة بالبوم بتكون دايما في الليل، وعندها القدرة انها تنزل في المياه علشان تصطاد فرائسها. لكن الغريب انها مش بتقدر تطير تحت المطر، وتحتوي رقبة البومة على 14 فقرة، وده ضعف الفقرات عند البشر. والعدد الكبير ده بيساعدها على لف رأسها لحد 270 درجة. وتعتبر الأنثى في البوم أكثر عدائية وأكبر من الذكر. وبعض أنواع البوم زي بوم الحظيرة بتقدر تصطاد ما يقارب 1000 فأر في السنة. والبومة موجود منها حوالي 200 نوع، والأنواع دي موجودة في جميع قارات العالم ما عدا القارة القطبية الجنوبية. يعتبر حوت العنبر من الثدييات البحرية الكبيرة جدا في الحجم، فبيصل طول الذكر لعشرين متر مع وزن يصل لخمسين طن، والأنثى بتكون نصف حجمه. وبيمتلك رأس مستطيل وكبير جدا في الحجم، ويصنف دماغ حوت العنبر من أكبر الأدمغة الموجودة في الكائنات البحرية، فبيصل وزنه ل 7.8 كيلو جرام، وبيتغذى على بعض أنواع الأسماك والأخطبوط والحبار العملاق، وبيقدر يغوص لحد 9 كيلو متر
تحت المياه ولمدة 90 دقيقة، وبيتم استخراج مادة غالية جدا منه وهي العنبر، والمادة دي بيتم استخدامها في أجود وأغلى أنواع العطور. يعتبر وحيد القرن من الثدييات الكبيرة اللي بيصل بعض الأنواع منها ل 3600 كيلو جرام، وهو من الحيوانات العشبية، وبيتواجد منه 3 أنواع وهي وحيد القرن الأبيض، وحيد القرن الهندي، ووحيد القرن الأسود. والأنواع دي بتتواجد في قارتي آسيا وأفريقيا، وبيمتلك وحيد القرن حاسة بصر ضعيفة، لكن حاسة السمع وحاسة الشم بتكون قوية عنده، وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض، وده بسبب الصيد الجائر بسبب استخدام قرونه في الطب الشعبي، وحاليا موجود منه 8% بس من أعداده، ومعظمها بيعيش في محميات خاصة. وبيعيش وحيد القرن 45 سنة، وبيصل وزن صغاره وقت الولادة من 45 ل 60 كيلو جرام. تعتبر الغوريلا من فصيلة القردة العليا، وبيصل وزنها لأكثر من 250 كيلو جرام، وهي من الحيوانات العشبية، فبتتغذى يوميا على 18 كيلو جرام من النباتات، وهي حيوانات انطوائية بعكس ما يشاع عنها، لكن لو تم إزعاجها بتبقى خصم عنيد جدا، وده بسبب قوتها. والغوريلا بتعيش في المنخفضات في غابات أفريقيا، فهي موجودة في رواندا وأوغندا وجمهورية الكونغو، وبتعيش الغوريلا في مجموعات بتكون من 20 ل 30 غوريلا، وبتقدر تعيش من 35 سنة ل 50 سنة، وصغار الغوريلا بتعيش مع أبويها لحد وقت البلوغ وهو 10 سنوات، وبعدها بتعتمد على نفسها. وبتتغذى الغوريلا على الكرفس البري والفاكهة ولب الأشجار. التايجون هو حيوان هجين ناتج من تزاوج أب نمر وأم لبؤة، وبيشبه في الشكل والصفات الأب النمر، ولأن اللبؤة بتكون أصغر في الحجم من النمر فما بتقدرش على حمل الأجبال بحجم كبير جوه الرحم، وعلشان كده بيكون الأفضل تهجين النمر السومطري معها علشان حجمه بيكون أصغر. وطبعا في حالة النمر السيبيري والتايجون بيكون صعب جدا التهجين، لأنه بيشبه الأب النمر في الشكل أكتر من اللبؤة، وبيقدر يعمل زئير الأسد وصوت النمر. وبيمتلك التايجون فرو فيه خطوط وبقع أقرب للون البرتقالي، ولأن الحيوانات دي عندها اضطرابات وراثية فبتموت في سن مبكر، وإناث التايجون بتكون عقيمة وغير قادرة على التزاوج. تعتبر الكلاب البرية الأفريقية من أنجح صيادي البرية، فبتقدر تصطاد فرائسها بنسب كبيرة واللي بتصل ل 90% من محاولاتها، وده بسبب العمل الجماعي للقطيع اللي ممكن يصل ل 40 كلب بري في القطيع الواحد. وتعتبر الأسود هي العدو الأول لها، والكلاب البرية بتمتلك فك قوي جدا بيصنف الأقوى بين الحيوانات اللي بتمتلك نفس حجمها، وبالرغم من كده الكلاب البرية مهددة بالانقراض، وده بسبب الصراعات المستمرة مع الأسود والضباع، وبسبب كمان تقلص المساحات الخضراء. والكلاب البرية حيوانات متعاونة جدا مع بعضها، فلو أي كلب كان مريض بينهم بيتشارك باقي الكلاب في العناية بيه لحد ما يكون بصحة جيدة. يصنف النمر من أكبر السوناريات في الحجم، وهو من الحيوانات المهددة بالانقراض، وده بسبب استخدامه في الطب التقليدي في الصين، علشان بيستخدموا أجزاء من جسده كأدوية لعلاج التهابات المفاصل والجهاز الهضمي. وبيمتاز النمر بكتلة عضلية كبيرة وعضلات قوية في قدمه،
بتساعده في الصيد والسباحة، وبيمتلك ذاكرة جيدة ورؤية ليلية أفضل من البشر بحوالي 6 أضعاف، وبيعيش حوالي 25 سنة. ولما الذكر بيصطاد فريسته بيستنى الأنثى والأشبال يأكلوا الأول على عكس الأسود. ومن أهم أنواع النمور النمر السيبيري، نمر جنوب الصين، نمر الهند الصيني، نمر سومطرة، ونمر البنغال. يعتبر هرقل من أغرب فصائل القطط اللي ممكن تشوفها في حياتك، فهو مسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأكبر حيوان من فصيلة القطط في العالم، وده حسب صحيفة ديلي ستار. هرقل اتولد نتيجة تزاوج أب أسد وأم نمر، علشان كده بيسمى الأسد الببري أو لايجر، وبيعيش في ميرتل بيتش في الولايات المتحدة. وبيبلغ وزن هرقل ما يقارب 400 كيلو جرام، يعني ضعف وزن أبويه، وطول جسمه بيقارب 4 أمتار. وبيتغذى على 50 كيلو من اللحم في الوجبة الواحدة، وتبلغ سرعته 80 كيلو متر في الساعة بالرغم من ضخامة جسده. تصنف الزرافة من أطول الحيوانات في العالم، فبيصل ارتفاعها من 5.5 ل6 أمتار، وطول رقبتها لوحده بيصل لتلت الارتفاع ده، وبيتراوح وزنها من 500 ل1200 كيلو جرام. وعادة الذكور بتكون أكبر في الحجم من الإناث، وبيصل طول صغار الزرافة وقت الولادة ل6 أقدام. وبتمتلك الزرافة قلب ضخم بيصل وزنه ل9 كيلو جرام، والحجم ده مناسب لضخ الدم اللازم لطول رقبتها. وبتصل سرعتها ل50 كيلو متر في الساعة، وهي من الحيوانات العشبية، فهي بتتغذى على أوراق الشجر. والزرافة بتنام حوالي 2 ساعة يوميا، وده على فترات متقطعة. والزرافة بتحب تعيش بالقرب من قطعان الضباء أو الحمير الوحشية. يصنف حيوان النايس أو الشيهم من فصيلة القوارض، والحيوان ده بيمتلك جلد مزود بأشواك حادة جدا، وبيختلف في الشكل حسب نوعه أو عمره، وبيستخدم الأشواك في الدفاع عن نفسه ضد الحيوانات المفترسة، لدرجة إن حيوانات قوية زي الأسود والنمور بتخاف تقرب منه. وبيعيش حيوان النايس في الأمريكتين وآسيا وأوروبا وأفريقيا، وهو من العشبيات، فهنلاقيه بيتغذى على الفواكه والمكسرات والبذور. وبيقدم النايس كأكلة شعبية في دول جنوب شرق آسيا خاصة فيتنام. وصغار حيوان النايس وقت الولادة بيكون جسمهم مغطى بريش ناعم، وبعد الولادة بأيام بيتحول الريش ده لريش صلب. يصنف الفهد من أسرع الحيوانات الموجودة على الأرض، فسرعته بتصل ل 120 كيلو متر في الساعة، والسرعة دي تخطت سرعة السيارات الحديثة اللي بتمتلك سرعات مهولة. والفهد من الحيوانات اللي بتمتلك مرونة ورشاقة عالية، لدرجة انه يقدر يقفز لمسافة تصل ل6 أمتار، وجسده مؤهل لتسلق القمم والمرتفعات اللي ممكن تصل ل5000 كيلو متر. وبيختلف الفهد عن باقي السوناريات انه مش بيقدر يطوي مخالبه داخل اقدامه، وده بيساعده بالتشبث بالارض اثناء صيد الفرائس. والفهد بيعيش باعداد كبيرة في جنوب غرب افريقيا في دولة ناميبيا، وبيطلق على المنطقة دي بأرض الفهود. وبيتغذى الفهد على الغزلان والظباء والخنازير البرية. يصنف القرش الأبيض من أكثر الأسماك خطورة في العالم، ومن أشهر أسمائه قرش الأبيض الكبير أو قرش الموت الأبيض. وبيمتلك القرش هيكل غضروفي بيستند عليه ألواح من الكالسيوم الصلبة، وجلد القرش بيكون خشن
وده علشان في أسنان مميزة صغيرة بتنمو عليه. أما فم القرش فبيحتوي على أسنان حادة بتنمو باستمرار، واللي بيقع منها بيطلع غيرها على طول. والغريب إن القرش الأبيض لازم يستمر في الحركة حتى وهو نايم، وده علشان خياشيم القرش علشان يوصلها الأكسجين لازم تكون الزعانف في حركة مستمرة. والطعام المفضل عنده هو الفقمة وسبع البحر علشان بتحتوي أجسامهم على نسبة عالية من الدهون. يعتبر دب الباندا من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض، فوصلت أعداده في السنين الأخيرة ل 1864 دب، والحكومة الصينية بتحاول الحفاظ على أعداده بإنشاء محميات خاصة لحيوان الباندا. والباندا بتعيش في غابات الخيزران الموجودة في وسط الصين، لأنها بتتغذى على الخيزران بنسبة 90%، وبتقضي حوالي 12 ساعة في الأكل يومياً. والباندا بتمتلك حاسة شم قوية، وتم تصنيف الباندا من الحيوانات الآكلة للحوم، فلو ما خدش كفايته من الخيزران هنلاقيه بيتغذى على القوارض والحشرات والأسماك. وبالرغم من الحجم الضخم لحيوان الباندا، إلا إن صغير الباندا وقت الولادة بيصل طوله ل 15 سنتيمتر. يصنف الغراب من الطيور الآكلة للحوم، وهو طائر عدواني جدا حتى مع الطيور الأكبر منه في الحجم. والغراب طائر ذكي جدا، فبيقدر يقلد أصوات مختلفة لبعض أنواع الطيور، بالإضافة إن عنده قدرة على تقليد أصوات البشر، فبيقدر يقلد أكتر من 100 كلمة للغة البشر. والغربان من الطيور اللي بتمتلك قوانين صارمة في مجموعاتها، فلو غراب عمل غلط وخالف القانون بيتم محاكمته من بعض الغربان في المجموعة. والغراب من الطيور اللي بتحب تعيش في مجموعات، فلو طائر مات من المجموعة بيقف باقي الغربان حواليه وبيعملوا حاجة أشبه بالجنازة، وبيتم دفنه بعدها. في عالم الحشرات تصنف مملكة النمل من أكثر الممالك المنظمة والنشيطة. ومملكة النمل بتتكون من الملكة والشغالات والذكور، وأهمية الملكة للنمل هي إنتاج البيض فقط، والبيض المخصب بينتج الشغالات، أما البيض الغير مخصب فبينتج الذكور. ومملكة النمل مفيش قائد ليها، لأن كل واحد عارف دوره إيه وبيعمله. والنمل بيمتلك حاسة بصر ضعيفة، لكن حاسة الشم بتكون قوية، وبيقدر يعرف العش الخاص بيه عن طريق الروائح الكيميائية. وكمان ليه أهمية في الطب، وهي تنشيط الأوعية الدموية للإنسان وعلاج جلطات المخ. في كل خلية نحل ملكة واحدة مختلفة عن باقي النحل في الحجم، وألوانها وأجنحتها بتكون أقصر منها في الحجم، وبتمتلك آلة لسع مقوسة بتستخدمها في حالة واحدة بس، وهي معركة مع ملكة أخرى منافسة ليها في الخلية. ووظيفتها الوحيدة هي وضع البيض، لكن لو توقفت الملكة عن الدور ده النحل وقتها بيكون ليه رد فعل قوي جدا، لأنهم مش عايزين ملكة مش بتأدي دورها. فبيبدأ يتجمع مجموعة كبيرة منهم ويحوطوها من كل الاتجاهات، وتلاصق أجسام النحل بيولد درجة حرارة عالية جدا تؤدي لموت الملكة، وتسمى العملية دي عناق الموت. فرس النهر
أو كما يقال عنه في مصر السيد قشطة، وهو حيوان بيصنف من أقوى الحيوانات بالرغم من أنه بيتغذى على الأعشاب، ويوميا بيتغذى على 70 كيلو منها. وفرس النهر بيمتلك أسنان طويلة وقوية جدا بتصل قوة عضته ل 128 كيلو جرام لكل سنتيمتر مربع. وبالرغم من ضخامة جسده إلا إنه ماهر جدا في السباحة، وبيقضي حوالي 16 ساعة في المياه يوميا للحفاظ على رطوبة جسده. والذكر بيستمر في النمو طول فترة حياته، فممكن يصل وزنه لأكثر من 3 أطنان. وهو حيوان شرس جدا في الدفاع عن منطقته، والغريب إن الإناث في فرس النهر بتلد صغارها وهي في المياه. تعتبر كلاب الهاسكي من أذكى سلالات الكلاب، وهي سلالة بتشبه الذئاب في الشكل، وبيطلق على صوتها عواء وليس نباح كباقي أنواع الكلاب. وكلاب الهاسكي سلالة اجتماعية جدا وبتكره الوحدة، ولازم يكون صاحبها عنده خبرة كافية للتعامل معها. فكلاب الهاسكي بتحب تعيش دايما في مجموعات، ولازم يكون الشخص اللي بيتعامل معاها قوي الشخصية علشان يكون قائد ليها. وكلاب الهاسكي بتستخدم في سيبيريا لنقل الثلاجات على الثلوج، فهي بتقدر تعمل كده لقدرتها على التحمل بالرغم من ان حجمها متوسط. بعد موت حوالي نص مليار حيوان في استراليا بسبب حرائق النار، اكتشف العلماء وجود سبب لسرعة انتشار الحرائق، والسبب ده صقور النار، وبيطلق عليها اسم آخر الحداية. والمعلومات دي أثبتت في دراسة بدأت سنة 2011 وظهرت نتائجها في 2017، والدراسة دي اسمها النشر المتعمد للنار بواسطة طيور النار. واللي بيحصل ان بسبب التغيير المناخي بتشتعل النار في مساحة محدودة، وبيجي بعدها صقر النار يستغل النار المشتعلة دي وياخد منها اعواد صغيرة بمنقاره او مخالبه ويرميها على الاشجار والاعشاب الجافة لتهريب الحيوانات المختبئة، وبالتالي تكون هدف سهل لصيدها. تعتبر كلاب الكنجال التركية من أضخم وأقوى السلالات الحديثة، وهي سلالة شرسة جدا، لكن بالرغم من القوة والشراسة اللي بتمتلكها إلا إنها هادئة وودودة جدا مع الأطفال، ويمكن تربيتها وسط العائلة. وتعود أصول الكنجال إلى منطقة كنجال التركية، وتستخدم كلاب الكنجال لحراسة الماشية من هجوم الذئاب والدببة. فالسلالة دي بتمتلك جسم قوي وفك كبير بتصل قوته ل 337 كيلو جرام لكل إنش، وبتصل سرعة الكنجال التركي ل 50 كيلو متر في الساعة، وبيعيش من 10 ل 14 سنة. ومعروف عنه إنه بيتم استخدامه في الشرطة لمكافحة الشغب. يعتبر طائر أبو مركوب الوحيد في جنسه، يعني مش هتلاقي سلالة مشابهة لنوعه، وهو من الطيور اللي حجمها كبير وبيوصل طوله ل 120 سنتي، وبيطلق عليه اسم تاني وهو حذاء النيل الأبيض، وبتوصل طول جناحاته ل 2 متر و 30 سنتي، وبيوصل وزن أبو مركوب ل 7 كيلو جرام. وأبو مركوب عنده راس كبيرة ومنقار ضخم بيساعدوا على تناول التماسيح الصغيرة والقوارض وكمان الأسماك والطيور. وأبو مركوب
طائر انفرادي، يعني في المناطق اللي بيعيش فيها هتلاقي ثلاث طيور على مسافات متباعدة، لكن في فترة التزاوج بيعيش في أزواج، وهو من الطيور الخجولة ناحية البشر، وبيعيش حوالي 35 سنة، وهو موجود في مستنقعات شرق ووسط أفريقيا. الإنقليس الرعاد من أخطر أنواع الأسماك الموجودة في البحار، فجسمها مؤهل أنه يطلق شحنات كهربائية بتصل ل 600 فولت، ولو كانت السمكة حجمها أكبر بتصل الشحنات ل 860 فولت، والكمية دي تكفي لشل حركة إنسان بالغ. وبيتواجد 500 نوع من الأسماك اللي بتمتلك القدرة دي، لكن الإنقليس الرعاد يعتبر من أقوى وأخطر الأنواع، وبتستخدم الإنقليس الرعاد الشحنات الكهربائية في صيد بعض الفرائس زي البرمائيات والطيور، وبتمتلك بصر ضعيف، لكن بتعوض ده عن طريق استخدام شحنات صغيرة أقل من 10 فولت، وده لاستخدامها كرادار للتنقل والصيد، وبتقدر تعيش خارج المياه لمدة تصل ل 30 دقيقة، وبتعيش الإنقليس الرعاد خاصة في نهر الأمازون. تعتبر سمكة الرقيطة من أخطر أنواع الأسماك الموجودة في البحار، فالنوع ده من الأسماك بيمتلك 100 ألف خلية جيلاتينية موجودة بجانبي الرأس، وهي المسؤولة عن إصدار شحنات كهربائية عالية بتصل ل 500 فولت. والغريب إن الخلايا المسؤولة عن إصدار الشحنات الكهربائية بيتواجد منها طرف موجب وطرف سالب، وأول ما السمكة تحس بالخطر بتصدر الشحنات الكهربائية دي وبتقتل بيها أي كائن بيشكل لها الخطر. وسمكة الرقيطة بيتواجد منها أنواع وأحجام مختلفة، لكن أكبر الأنواع منها بيصل وزنه ل 450 كيلو جرام. وبالرغم من كده سمكة الرقيطة من الأسماك اللي يمكن أكلها لأنها مفيدة للإنسان، وبتعيش معظم أنواع الرقيطة في قاع البحار والمحيطات وبتعيش منفردة، لكن بعض الأنواع منها بتعيش في مجموعات، وبتعيش سمكة الرقيطة 25 سنة. الخنفساء القاذفة من أغرب الحشرات اللي ممكن تسمع عنها، فهي مزودة بآلية دفاع عجيبة في جسمها، وهي إنها بتطلق قذائف كيميائية على شكل سحابة من الدخان، وبتطلقها تجاه أي عدو لما بتحس بالخطر. فهي بتمتلك 2 من الغدد في جسمها، والغدد دي بيتواجد مواد كيميائية مختلفة بداخلها، وأول ما تحس بالخطر بتطلقها بسرعة متناهية في أقل من ثانية واحدة، وبتتفاعل المواد دي مع الأكسجين مكونة مادة اسمها البيتروكينون، ودرجة حرارتها بتصل لدرجة الغليان. وبتتواجد الحشرة دي في معظم قارات العالم، وبتعتمد في غذائها على الحشرات الصغيرة. عفريت الماء أو كما يطلق عليه السمندل هو أحد أنواع البرمائيات، وهو من الكائنات اللي بتمتلك قدرة مذهلة، وهي إن أطرافه لو تم بترها بتنمو بسرعة جدا، يعني ممكن نشوفها وهي بتنمو لأنها بتنمو في دقائق معدودة، ده بالإضافة لقدرته على تغيير أعضائه الداخلية بكل سهولة. وبيعيش السمندل في المكسيك، وبيمتلك النوع ده قدرات عجيبة جدا، وهي انه لو اتجرح بيقدر جسمه يوقف النزيف في ثواني، وبيحاول العلماء الاستفادة من قدرات جسمه لاستخدامها في الطب البشري. وبالرغم من تصنيفه من البرمائيات الا انه بيحب يعيش في المياه، وبيقدر يعيش حوالي 10 سنوات. يعتبر طائر الطنان من أصغر فصائل الطيور في العالم، وبيتواجد منه 300 نوع معظمها في قارة أمريكا الشمالية. ومن أشهر أنواع الطنان هو طائر النحلة الطنان، واكتسب الشهرة دي لأنه من أصغر الطيور في العالم، فوزنه بيصل ل 1.8 جرام، وبسبب صغر حجمه الضفادع بتتغذى عليه باعتباره نوع من الحشرات. والطنان مميز بأنه الطائر الوحيد اللي بيقدر يطير للخلف، وأطلق عليه الاسم ده
بسبب صوت الطنين اللي بتصدره أجنحته، وبيتغذى الطنان على الحشرات الصغيرة ورحيق الأزهار من 3-5 مرات في الساعة. ومعظم وزن الطنان عبارة عن عضلات الصدر والعضلات المسؤولة عن الطيران، وبيقدر طائر الطنان رفرفة أجنحته من 720 ل 5400 مرة في الدقيقة الواحدة، وده حسب نوعه. صراعات كثيرة تحدث في عالم البحار، ومن أكثر الصراعات التي تحدث تلك الصراعات التي تحدث بين الكائنات العملاقة. وعندما نتحدث عن أخطر عملاقين في عالم البحار لا يمكن التغافل عن قوتهما، نتحدث عن القرش الأبيض وحوت الأوركا. وعلى الرغم من السمعة المرعبة التي يمتلكها القرش الأبيض، إلا أن حوت الأوركا هو نقطة ضعفه، فذلك الحوت القاتل يمتلك صفات جسدية تجعله يتفوق على ذلك المفترس الأبيض. أوضح الباحث البيئي إبراهيم سعد أن العقاب النساري الذي يعيش في الجزر الواقعة في مياه البحر الأحمر يستطيع تحديد الأسماك التي تسبح أسفل المياه وبدقة متناهية، وبعد تحديد موقع فريسته ينقض عليها بسرعة ليختطفها، ويساعده في ذلك مخالبه الحادة. والعقاب النساري معروف باسم آخر من قبل السكان الأصليين، وهو أبو جداف، والذي يثير للدهشة أن هذا الطائر هو الذي يتوسط صورته على علم دولة مصر العربية. القط الفرعوني كان له أهمية بالغة عند القدماء المصريون بسبب قدرته الفائقة في التخلص من أي قوارض أو زواحف، وذلك لحماية مخازن الحبوب والغذاء التي كان يمتلكها الفراعنة قديما. وتم التعامل مع القط الفرعوني من قبل الفراعنة كحيوان مقدس، فتم عمل العديد من التماثيل له ووضعه في معابدهم الدينية. والقط الفرعوني معروف بشكله المميز، فهو يمتلك عيونا واسعة وأصابعا طويلة وأذنان تشبه الخفافيش، وسمي بالقط الفرعوني نسبة إلى تمثال أبو الهول. ومن أشهر القطط الفرعونية كانت القطة باستيت، وتصل وزن الذكور في القط الفرعوني لستة كيلوغرامات، أما الإناث فتكون 2 كيلوغرام. حوت الأوركا سفاح البحار، ويصنف من أشرس الحيوانات البحرية، قاتل القروش والحيتان العملاقة، يأكل ويقتل ولا يستطيع أن يقتله أحد، لذلك هو على رأس السلسلة الغذائية البحرية. ملك البحار ويبلغ من الذكاء الكثير، يصطاد في مجموعات وبخطة مدروسة قبلها، ولكل فرد في المجموعة دوره. لا يأبى أي فريسة مهما كان حجمها. وفي مجزرة بحرية مرعبة تسبب 2 من حيتان الأوركا في قتل 17 قرشا خلال ساعتين فقط. دب الماء هو أحد أقوى الكائنات التي تعيش في عالمنا، وذلك الكائن يستطيع العيش في الفضاء الخارجي، وذلك دون التأثير على وظائف جسده. وهو حيوان مجهري صغير لا يتجاوز طوله المليمتر الواحد، ويصنف من الكائنات اللافقارية، وبطيء جدا في حركته، ويعرف باسم خنزير الطحالب. في الفترة الأخيرة انتشرت بعض الفيديوهات والصور على مواقع التواصل الاجتماعي لبقي الفراش المنتشر في فرنسا، ولكن يا ترى ما مدى صحة هذه المقاطع التي انتشرت؟ وما هي حشرة البق؟ وكيف تؤثر على الإنسان؟ وكيف يتم علاج اللدغات التي تسببها؟ وهل يمكن التخلص منها؟ في الحقيقة تلك المقاطع غير صحيحة، وليس لها علاقة بقريب أو من بعيد ببقي الفراش.
ثعلب الماء بينتمي لفصيلة العرسيات، والحيوان ده من أذكى الحيوانات اللي ممكن تشوفها، فبيقدر يستخدم أدوات من الطبيعة علشان تساعده في بناء بيوت أو أعشاش للسكن فيها. وبيمتلك ثعلب الماء جراب أو جيب زي الكنجرو، والجراب ده بيضع فيه أحجار صغيرة باستمرار، وده لاستخدامها في كسر الأصداف اللي بيعتمد عليها في غذائه. وهو حيوان اجتماعي جدا وبيتواجد منه. القرش الأبيض العظيم وحش أسطوري لكل الحيوانات البحرية، وبيعمل حالة من الرعب لكل الكائنات حتى الإنسان. لكن بالرغم من القوة والشراسة اللي بيمتلكها، هنلاقي بعض الوحوش البحرية تقدر تهزمه وبكل سهولة. الأول هو حوت الأوركا، فيقدر يهزمه بسهولة، وبعد ما بيصطاده بيتغذى على الكبد. والتاني الحوت الأزرق، أضخم الكائنات الحية على وجه الأرض، فبسبب لكن أغرب الأنواع هو الشكل المخروطي اللولبي. وعلشان البيوض تكون محمية من المفترسات، بتضع الأمهات البيوض الخاصة بيها في الشقوق الموجودة بين الصخور. وبعض الأنواع بيتم فقس البيوض داخل رحم الأم، وأثناء وجودها في الرحم بتتغذى على البيوض الغير مخصبة، وده علشان يكون حجمها أكبر وتقدر بعد الولادة تعيش بين الأسماك الأكبر منها، والحجم ده بيساعدها في الهروب من المفترسات. حتى قرش الميجالودون المنقرض كان ده اللي بيحصل معاه، فكانت الأمهات بتلد الصغار بعد ما يصل حجم كل صغير لـ2 متر. وأغلب أنواع البيوض غريبة الشكل الموجودة في أسماك القرش بيتراوح طولها الدب القطبي أو الدب الأبيض، هو أحد أضخم المفترسات اللي بتعيش على الأرض، فتم وصفه بالمفترس العظيم أو الصياد الماهر. وهو من الحيوانات اللي بتمتلك قدرة رائعة على التخفي. لكن يا ترى ممكن حيوان زي الدب القطبي يواجه كائن قوي زي حوت الأوركا، ولا ده من الصعب يحصل؟ في البداية، حوت الأوركا هو أضخم الكائنات البحرية الموجودة في البحار، وبيمتلك صفات رائعة من الصعب أي كائن التغلب عليها، زي إنه من الحيتان الذكية والشرسة، ده بالإضافة إن حجمه الضخم بيساعده على الرغم من تصنيف الدببة كحيوانات قوية من الصعب التغلب عليها، إلا إن 5% من فرائس النمور هي دببة. لكن معظم الفرائس دي بتكون الدببة الصغيرة أو الإناث اللي بتستهدفهم النمور، وده لأن النمور عارفة إن الدببة الذكور حيوانات من الصعب مواجهتها. لكن في حالة لو حصل مواجهة بين ذكرين بالغين بكامل قوتهم، وعملنا مقارنة ما بين الدب والنمر، هنلاقي النمر السيبيري من أقوى وأكبر أنواع النمور، وده بسبب امتلاكه بنية عضلية قوية بسبب حجمه. وعلى الجانب الآخر، الدب البني لا يقل قوة عن النمر، فهو من أضخم أنواع الدببة. لكن لو حصل صراع ما بين الاتنين وعن أخطر عملاقين في عالم البحار، لا يمكن التغافل عن قوتهما. نتحدث عن القرش الأبيض وحوت الأوركا. وعلى الرغم من السمعة المرعبة التي يمتلكها القرش الأبيض، إلا أن حوت الأوركا هو نقطة ضعفه، فذلك الحوت القاتل يمتلك صفات جسدية تجعله يتفوق على ذلك المفترس الأبيض. فحوت الأوركا ذلك السفاح الذي يستطيع هزيمة أي مفترس في طريقه، فعندما يتقابل مع القروش البيضاء تكون متعته القضاء عليها. الأسد من الحيوانات المفترسة اللي بتمتلك صفات نبيلة ورائعة، زي القوة ومواجهة العدو بجرأة. ومهما كانت قوة وحجم الحيوان اللي بيواجهه، عمره ما بينسحب من المعركة. والصفات الجسدية اللي بيمتلكها الأسد بتساعده إنه يكون حيوان شجاع وشرس،
فمثلا الصور المقطعية اللي تم تصويرها من قبل المتخصصين بتوضح وجود هندسة عبقرية في تصميم فك قوي، والفك ده يعادل 5. السرعوف أو فرس النبي أو جمل اليهود أو حصان إبليس، كل دي أسماء لحشرة صغيرة في الحجم نسبياً، لكن بالرغم من كده حشرة فرس النبي بتمتلك آليات قوية مش موجودة في حيوانات أكبر منها في الحجم، وبتستخدم الآليات دي للدفاع عن نفسها من المفترسات اللي بتعيش في منطقتها. فحشرة السرعوف بتقدر تفترس بعض أنواع الطيور الصغيرة، ده بالإضافة للثعابين صغيرة الحجم. تعتبر خنفساء وجه الرجل من أغرب الحشرات اللي ممكن تسمع عنها، فالنوع ده من الحشرات بيمتلك رائحة كريهة جدا، وبتستخدم الرائحة دي للدفاع عن نفسها ضد أي مفترس بيهدد حياتها. أما اسم خنفساء وجه الرجل أطلق عليها بسبب الرسوم الموجودة على ظهرها، فبالنظر لأجنحتها هنلاقي ملامح وجه رجل واضحة، والنوع ده بيعيش في الهند وسريلانكا وجزيرة مدغشقر. أغلب أنواع الثعابين السامة بتكون درجة السم الموجودة في أجسامها مش قوية جداً، فممكن الفريسة تهرب بعدها لأنها مش بتفارق الحياة إلا بعد فترة، لكن الثعبان بيمتلك حاسة مميزة جدا، وهي عبارة عن نظام حسي متطور، فكل الثعبان بيمتلك نقطتين مجهريتين موجودين على سطح فم الثعبان، ووظيفتهم استشعار المواد الكيميائية الدقيقة اللي بتتركها أي فريسة وراها. السبب في ظاهرة الطيور المهاجرة على شكل حرف V هو الاستفادة بقدر الإمكان من مجمل الاضطراب الهوائي اللي بيعمله السرب كله، وده بيساعد على تقليل الجهد المبذول للطيران، يعني كل طائر لما يحرك أجنحته بيساعد نفسه على التحليق هو والطائر اللي وراه، والطائر اللي بيتعب في المجموعة بيرجع لورا علشان ياخد مكانه طائر آخر، ولما كل الطيور الموجودة في السرب تتعاون مع بعضها في عملية الطيران ده بيساعدهم يقدروا يسافروا لمسافات كبيرة. والأغرب في العملية دي إن الطيور بتحرك أجنحتها بتوقيت محدد، وده للاستفادة القصوى من تحريك أجنحة الطيور الأمامية. على الرغم من القوة والشراسة اللي بتمتلكها أسماك القرش، إلا إنها بتخاف من الدلافين الأصغر منها في الحجم، ومش بس كده هي بتبعد عن الأماكن الموجودة فيها، وده لأسباب كتير زي إن الدلافين بتمتلك مرونة وقدرة عالية في المناورة، وده بيخليها من الصعب يتم عضها من قبل القروش، ده بالإضافة إن الدلافين دايما بتعيش في مجموعات كبيرة أما القرش بيعيش لوحده، ده غير إن الدلافين حيوانات ذكية ومخادعة وعارفة نقاط ضعف القروش، فبتستخدم أنفها القوي وبتغرزه في معدة القرش، وده بيسبب صدمة كبيرة ليها. على الرغم من السرعة اللي بتمتلكها الغزالة، إلا إنها ما بتقدرش تهرب من الأسد، فسرعة الغزالة بتصل ل 90 كيلومتر في الساعة، لكن الأسد سرعته 58 كيلومتر في الساعة، وعلى الرغم من الفارق الكبير ده في السرعة، إلا إن الغزالة أول لما بتعرف إن الأسد حط عينه عليها، بتبقى عارفة إنها ضعيفة وإنه هيفترسها، وهنا الخوف بيكون السبب في إنها تكون فريسة سهلة، فالغزالة لما بتحس بالخوف بتبدأ تلتفت وراها كتير، وده لتحديد المسافة بينها وبين الأسد، وللأسف الالتفاتة دي بتكون قاتلة ليها، لأنها بتأثر على سرعتها وبتكون السبب في افتراسها. يا ترى لو حصلت معركة بين الأسد وفرس النهر مين اللي هيغلب فيهم؟ الإجابة إن الأسد من الحيوانات اللي بتمتلك قوة وشراسة، وبيعتمد في قوته على الكتلة العضلية الموجودة في جسده،
وعنده مقدرة إنه يصطاد الفريسة بصورة منفردة أو جماعية، لكن لو كانت الفريسة حجمها كبير وقوي زي فرس النهر فلازم وقتها يستعين بأسود أخرى علشان يقدر يصطادها، لأن فرس النهر وزنه بيصل لعشرة أضعاف حجم الأسد، ده بالإضافة إنه بيمتلك رأس كبير وفتحة فم بتصل لمتر وخمسين سنتيمتر، والفم ده مزود بنابين بيصل طول الواحد فيهم لأربعين سنتيمتر، والإمكانيات دي بتخليه من أكثر الحيوانات قوة وقدرة على القتال. لكن ممكن الأسود تصطاد صغار فرس النهر في حالة لو كانت بعيدة عن أعين البالغين. في مارس 2021 احتلت ملايين الفئران شوارع استراليا، وده بسبب ان الفأر من القوارض اللي بتقدر تنجب اكثر من 400 صغير في السنة الواحدة، وطبيعي ان العدد المهول ده لازم يتغذى علشان يقدر يعيش، فدخلوا في السنة دي البيوت والمزارع ودخلوا كمان المتاجر الكبيرة والمحلات، وده علشان يقدروا يوفروا الطعام اللازم. وبيقول احد المتخصصين ان السبب في زيادة العدد ده من الفئران هو تناقص أعداد الحيوانات المفترسة بسبب الموت في موسم الجفاف في أستراليا، وبسبب اللي حصل أجبرت السلطات السجون على إخلاء الأفراد الموجودة فيها. دايماً ممالك النمل بتبهرنا بقدرتها على التعاون والعمل، وده لتحقيق المستحيل علشان حماية مستعمراتها، وتمتلك أنواع كتيرة من النمل القدرة على تطوير قدراتها الخاصة، وده في سبيل الحصول على الطعام أو حماية المملكة. فمثلا نمل النار الأحمر بيستخدم مهاراته لبناء الجسور، وده عن طريق استخدام أجساد أفراده، وعلشان الجسر يكون قوي بيتصل النمل مع بعضه عن طريق الفم والأقدام بالإضافة للمخالب، وبيظهر الجسر بعدها في ترابط عجيب، وده بيعكس قد إيه الكائنات الصغيرة دي قوية ومتعاونة مع بعضها. السمكة الحجرية، وتم تصنيف النوع ده من الأسماك إنه من أخطر أنواع الأسماك في عالم البحار، وده بسبب امتلاكها أخطر أنواع السموم في أنواع الأسماك، وبيطلق على النوع ده من الأسماك سيد التمويه، وبيساعدها على التخفي شكل جسدها اللي بيشبه الشعب المرجانية. وتمتلك السمكة الحجرية 13 شوكة سامة، ولما أي فريسة تقرب منها وتلمسها فبالضغط على ظهرها بتفرز الغدد السامة اللي بتمتلكها سم بشكل لا إرادي، والسم ده كافي إنه يعمل ضعف في العضلات وشلل، واللي بيكون بعدها الموت. الكلب السلوقي أو كلب الصيد الإيراني هو أسرع أنواع الكلاب في العالم، فسرعته بتصل ل 68.8 كيلو متر في الساعة، ومسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأسرع كلب في العالم. وبسبب السرعة دي بيتم استخدامه في صيد الغزلان والأرانب في القبائل البدوية، ويمتاز الكلب السلوقي بنفس أطول من نفس الفهد، وده بيساعده على الجري لمسافات كبيرة من غير تعب، وده بيرجع انه بيفقد سوائل الجسم مش عن طريق العرق لكن عن طريق التبخير من منطقة اللسان، وعلشان كده وقت الجري بنلاقيه بيفتح فمه بسبب اللهث المستمر. نمل البلدغ او النمل الاحمر هو اخطر انواع النمل في العالم، والنوع ده من النمل يقدر في خلال ربع ساعة انه يقتل كائن حي، وطريقة النمل في الهجوم عدائية جدا، فبمجرد ان النملة حست بالخطر ولدغت الفريسة فباقي المجموعة على طول بتهجم بعدها، وبيستخدم الفكين مع اللدغ في نفس الوقت، وده علشان يضخ اكبر كمية سم ممكنة للجسم. وبيعيش نمل البلدغ في استراليا، ويعتبر من اكبر انواع النمل في العالم، وبيتغذى على الحشرات والعناكب، واطلق عليه نمل البلدغ علشان طريقة الهجوم الشرسة ليه بتشبه كلاب البلدغ البريطانية. يا ترى ليه الأسود من الصعب تاكل لحم الضباع؟ فبيقول أحد المتخصصين في عالم الحيوان إن الضباع نظامها الغذائي بيعتمد على أكل اللحم المتعفن أو الجياف،
وده بيجعل مذاق لحم الضباع غير مستحب للأسود. ده بالإضافة إن الأسد بيعتبر أكل لحم الضباع وصمة عار بالنسبة له، علشان هو من أكثر الحيوانات المنافسة ليه، ولأنه ملك الغابة فمن الصعب إنه يأكل أي لحم لمجرد إنه جعان. يعتبر كلب الماستيف التبتي من أغلى أنواع الكلاب في العالم، ويعتبر من أقدم السلالات الموجودة، والنوع ده مميز بضخامة جسده، وعلشان كده هو معروف باسم آخر وهو أسد الكلاب. وبيمتلك الماستيف التبتي قوة وشراسة غير عادية، وبيتواجد الماستيف التبتي مع طبقات الأثرياء فقط، فمالكه أحد رجال الأعمال في الصين. ده بالإضافة إن أعداده نادرة جدا، فوصل سعر أحد كلاب التبت الأحمر $1,600,000. الذئب الأسود، يا ترى ليه هو مميز عن الذئاب الرمادية؟ الإجابة إن الذئب الأسود يعتبر من أقوى وأشرس أنواع الذئاب، وده بسبب امتلاكه جسم أكبر وبنية عضلية أقوى، وده بيخليه يقدر يواجه حيوانات ضخمة زي الدببة، والصفات دي بتساعده إنه يعيش في مناطق صعبة زي الغابات الشمالية الداكنة. والذئاب السوداء بتعيش فترات أطول من الذئاب الرمادية، وده بسبب امتلاكها جهاز مناعي أقوى، وده بيجعلها تمتلك قدرة أعلى في مكافحة الأمراض المنتشرة. يعتبر القش الأبيض العملاق من أكبر وأشرس الكائنات في عالم البحار، والنوع ده من القروش معروف عنه أنه لا يتوقف أبداً عن السباحة، وبيمتلك حاسة شم قوية جداً، واللي بتساعده على شم روائح البول والدم من مسافات كبيرة. وعلى الرغم من القدرات الجسدية اللي بيمتلكها القرش الأبيض، إلا أنه بيمتلك نقطة ضعف وحيدة، وهي الحوت السفاح أو حوت الأوركا. فحيتان الأوركا معروف عنها إنها بتصطاد القروش البيضاء علشان تتغذى على مناطق معينة في أجسادها، وهي الكبد. أغلى جمل في العالم هو الجمل عرنون، فوصل سعره ل$200,000,000 سعودي، وتم بيعه خلال مزاد في الكويت سنة 2019، وعلشان كده هو مسجل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأغلى حيوان في العالم، ووصل سعره للمبلغ الضخم ده علشان هو من سلالة عريقة ونادرة، بالإضافة لامتلاكه صفات فريدة في جسده، واللي بتساعده على المشي بسرعة ورشاقة بخلاف أي نوع آخر من الجمال. في عالم المحيطات والأنهار تقدر أنواع الأسماك بآلاف الأنواع، وبعض أنواع الأسماك بتمتلك شكل وصفات رائعة، والبعض الآخر بيمتلك صفات عدائية وشرسة، وده للدفاع عن نفسها أو الحصول على غذائها من الفرائس. ولو الكثير مننا فاكر إن الأنواع الخطيرة هي أسماك القرش بس، يبقى لازم يشوف الفيديو ده علشان نعرف إن في أنواع من الأسماك أكثر خطورة ورعب ممن. السلحفاة جوناثان هي أقدم الحيوانات البرية الموجودة على الأرض، وجوناثان ذكر سلحفاة اتولد سنة 1832، يعني عمره 191 سنة. وبيقول الطبيب المسؤول عن رعاية جوناثان إن بسبب تقدم العمر للسلحفاة فللأسف فقدت حاسة البصر وحاسة الشم، وجوناثان كان عايش في جزيرة سيشل، واتنقل سنة 1882 لجزيرة سانتا هيلينا، والجزيرة دي اللي اتنفى فيها القائد الفرنسي نابليون بونابرت. اكتشف علماء في جامعة السوربون نوع من النمل بيمتلك قدرات غريبة،
وهي انه يقدر يتعرف على بعض الكائنات اللي بتحمل اورام خبيثه في اجسادها، وده عن طريق رائحه البول. وبيقول العلماء اللي عملوا الدراسه ان النوع ده من النمل ممكن تدريبه على كيفيه تحديد رائحه السرطان، وفعلا بعد التدريب استطاع النمل تحديد رائحة بول فئران مصابة بالسرطان وبدقة متناهية. وبيسعى العلماء لتدريب النمل على تحديد الخلايا السرطانية البشرية. ثلاثة طيور ساهمت في عظمة كوكب اليابان، وده لأنها ألهمت الشركات في صنع أعظم خطوط قطارات في العالم. والطيور دي هي طائر البومة وطائر الرفراف بالإضافة لطائر البطريق. وبسبب معرفة استراتيجية الطيران الخاصة بهم، كان من الصعب وصول المهندسين لاختراع وتصميم أعقد شبكة قطارات في العالم، مع العلم أن اليابان ذات طبيعة جبلية صعبة. أعداد ضخمة من صراصير المورمون تغزو ولاية نيفادا الأمريكية، والسبب بيرجع إن النوع ده من الصراصير بيضع البيوض الخاصة بيه في فصل الصيف، وبعد فترة بتفقس البيوض في فصل الربيع. لكن السنة دي اتأخر فقس البيوض، وده بسبب موسم الأمطار الغزيرة. وحسب تقرير صحيفة جارديان إن مفيش خوف من الأعداد الضخمة دي، والنوع ده من الصراصير أطلق عليه الاسم ده في منتصف القرن 19 لما دخلت الحشرات دي حقول مستوطنين المورمون في ولاية يوتا. ممالك النحل عندها قدرة على إبهار الجميع بتفاصيل حياتها المختلفة والغريبة، وبتعتمد على طرق متنوعة للدفاع عن نفسها. فمثلا بيعتمد النحل الأفريقي القاتل على جذب باقي أفراد الخلية للدفاع عن الخلية، وده عن طريق لدغ الأعداء وإطلاق السموم في أجسامهم. وتحتوي كل لدغة على هرمون يجذب النحل الآخر، وده علشان باقي النحل يعرف يميز أعداء الخلية. ولو أي شخص تعرض للدغ من النحل القاتل فبيكون معرض لهجوم آخر بعد دقائق. كشف عميد المعهد القومي لعلوم البحار بالبحر الأحمر إن سمكة القرش اللي قتلت الشاب الروسي هيتم تحنيطها، والإجراء ده متبع مع الأنواع دي من الأحياء البحرية. وأكد إن هيتم تفريغ أحشاء القرش وتفريغ الأنسجة واللحم مع الحفاظ على الهيكل الخارجي للسمكة، وتم تحنيطها لعرضها بمتحف المعهد. وبعدها هيتم كتابة قصة الحادث على لوحة رخامية بجوار القرش مع وضع صورة الشاب الروسي وكتابة لي بعدها. من المعروف ان اغلب الصراعات في الحياة البرية بتكون ما بين الصياد والفريسة، وفي بعض الأحيان ممكن يكون الصياد هو الفريسة، ده لو دخل منطقة نفوذ صياد آخر. حتى كواليس الصراعات الداخلية في الحياة البرية المتوحشة هنلاقي أشرس الصراعات وأكثرها دموية بتكون ما بين الحيوانات المفترسة وبعضها، والأسباب كتيرة هنا. ممكن بسبب دخول حيوان مفترس منطقة حيوان مفترس آخر، وممكن بسبب قرب المكان ما بينهم، وممكن بسبب الإناث الموجودة في المنطقة. ومهما كانت الأسباب فالنتيجة واحدة، وهي القتل والنهاية الدموية لأحد الخصمين.